السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا جميعا مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، ودائما جديد الأخبار الفنية والرياضية والسياسية. ولا ما نطول عليكم، دائما كنبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والد لامين يامال طعن بسبب اختياره اللاعب لإسبانيا بدل المغرب، اتهام خطير عبر التلفزيون الإسباني. لم يزر والده الكشف عن الحالة النفسية ليامال بعد طعن والده، وهذا هو موقفه من تدريبات البارسا. أنا فرنسي مسلم وأفتخر. إيقاف عداء فرنسي والمطالبة بفرض أشد العقوبات عليه بسبب دعمه لفلسطين. رفض وسخط يلاحق برنامج قسمة ونصيب لخدش حياء النساء المغربيات. أغنية لاستحضار الجن تثير الجدل في المغرب. التفاصيل في هذه الحلقة. تفاصيل الحكم على محامية وزوجها بالقنيطرة متورطين في عملية نصب بسبب إقصائه من مهرجانات الصيف الشمالية. الرابور الحر يخرج عن صمتها. نقل التلفزيون الإسباني الرسمي تصريحات عن كون السبب خلف طعن والد لامين يامال راجع لكون جيرانه المغاربة يتهمونه بالوقوف خلف اختياره اللاعب لصالح المنتخب الإسباني بدل المنتخب المغربي. صحفي وعبر التلفزيون الرسمي قال إن الشرطة استمعت إلى شهود عيان في ظل عدم وجود كاميرات وثق الواقع، وأكدوا لها بأن والد لامين يامال منير سبق ودخل في نقاشات ومواجهات مع جيرانها. وحسب ذات المصدر، فإن السبب الرئيسي لهذه الخلافات هو اعتقاد جيرانه بأنه يقف خلف إقناع ابنه باللعب مع المنتخب الإسباني بدل المغرب. تجدر الإشارة إلى أن الشرطة الإسبانية لم يصدر عنها أي معطيات بخصوص الواقع، باستثناء تصريحات لوسائل الإعلام عن التحقيق في واقعة طعن منير في موقف للسيارات. كشفت تقارير إعلامية إسبانية بأن لامين يامال ظهر صباح يوم الخميس في تدريبات فريق برشلونة الإسباني بعد حادث طعن والده ليلة مساء يوم الخميس. وأضافت ذات المصادر بأن يامال تجاوز آثار الصدمة وظهر في التدريبات بشكل عاد، لكنه دخل من بوابة أخرى غير الرئيسية التي يدخل منها عادة، وذلك لتفادي أنظار الصحفيين. وأوضحت ذات المصادر بأن يامال تدرب بشكل عاد ويستعد لخوض مباراة الجولة الأولى من الليغا رفقة فريق البارسا ضد فالنسيا نهاية الأسبوع الجاري. وتلقى يامال مساندة كل من زملائه وأعضاء الطاقم التقني والنادي بعد ساعات من حادث طعن والده منير نصراوي الذي وقع مساء يوم الأربعاء في مطار ببرشلونة. وبمجرد معرفة الخبر، توجهت أسرة يامال إلى مستشفى جيرمان ترياس الجامعي في بادالونا التي نقل إليها منير نصراوي، لكن اللاعب نفسه لم يذهب في ظل الضجة الإعلامية المتوقعة التي كان من الممكن أن تنشأ. ونيابة عن برشلونة، توجه شخص مقرب من رئيس النادي خوان لابورتا إلى المستشفى برفقة العائلة لإبقاء اللاعب على علم بتطور حالة الوالد الذي أصيب بجروح متفرقة، لكن لا يوجد خوف على حياته. وبعد ساعات من دخول المستشفى، تمكن لامين يامال من التحدث عبر الهاتف مع والده للإطمئنان بشكل مباشر على حالته الصحية. وكان والد يامال قد تم نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لطعنات بالسكين، حيث أن حالته كانت حرجة قبل أن تستقر. قرر الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى إيقاف العداء محمد عبد الله كونتا الذي شارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بسبب التعبير عن رأيه وإبداء موقف متعلق بدعم فلسطين أمام العدوان الصهيوني. وذكرت وزيرة الرياضة الفرنسية عبر حسابها الرسمي على منصة الإكس أن رئيس الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى أكد لي أنه قام بإيقاف الرياضي كونتا
تم إحالة القضية إلى النيابة العامة وإلى اللجنة التأديبية للاتحاد، مشيرة إلى أن تعليقات العداء تعتبر صادمة وغير مقبولة. وجاء هذا الهجوم والحمل على العداء مسافة 400 متر بسبب إعلان وقوفه إلى جانب الفلسطينيين من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو أو منشورات عبر حسابه على منصة الإكس تدعم أهل غزة بسبب المجازر التي يتعرضون لها من قبل الكيان الصهيوني. ونشر باتريك كرم نائب رئيس المجلس الإقليمي إيل دو فرانس المسؤول عن الرياضة الذي هو من أصول لبنانية نشر تدوينة عبر الإكس كتب فيها: تصريحات محمد عبد الله كونتا غير مقبولة وتستحق أشد العقوبات. تواصلت مع الاتحاد الفرنسي لألعاب القوى والآن سيقومون بتقديم تقرير إلى المدعي العام لأغراض الملاحقة الجنائية وإيقافه فورا وإحالته على اللجنة التأديبية لطرده نهائيا. وأضاف في تدوينة أخرى: هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أفراد متطرفين في الفريق الفرنسي. نحن بحاجة إلى قانون يمنحنا الوسائل اللازمة لاستبعادهم من الفرق الفرنسية. وأمام هذه الحملة خرج كونتا بتدوينة كتب فيها: أنا فرنسي ومسلم وأفتخر، كان الناس يستمتعون بالتنقيب في تغريداتي وإخراج بعض تعليقاتي من سياقها، الأمر الذي خلق لي سمعة كمعادل البيض ومعادل فرنسا ومعادل السامية وما إلى ذلك. أعتذر بصدق إذا شعر أي شخص بالإهانة. أنا ضد الإبادة الجماعية وأي شكل من أشكال العنصرية أو الظلم، وأعتقد أنني لست بحاجة إلى إثبات مدى حبي لبلدي. جدل كبير وسخط لا مثيل له تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة ضد برنامج التعارف في نسخته العربية قسمة ونصيب الذي يبث عبر منصة إحدى القنوات على اليوتيوب، ذلك لما فيه من تجاوزات وقلة حياء يقوم بها المشاركون فيما بينهم. وتسبب هذا البرنامج في جدل واسع لدى العرب عامة والمغاربة على وجه الخصوص، وذلك بسبب المغربيات المشاركات فيه واللواتي يظهرن صورة غير مشبوهة وغير مناسبة للمرأة المغربية، حيث أكد النشطاء على السوشيال ميديا أن هذه التصرفات تسيء للمغربيات ولا تعطي الصورة الحقيقية عليهن أمام الغير. وبسبب المشاركة المغربية المسماة ملكة والتي لم تسلم من الانتقادات منذ ظهورها في أول حلقة، ازدادت موجة الغضب الكبيرة بين نشطاء السوشيال ميديا الذين نهالوا عليها بالانتقادات، حيث اعتبروا أن الأخيرة أساءت لصورة المرأة المغربية في البرنامج بسبب طريقة بحثها عن شريك حياتها في المسابقة وجرأتها في الحديث. وأكد العديد من النشطاء المغاربة أن ملكة لم تقدم صورة مشرفة عن المرأة المغربية ولا عن المغاربة بصفة عامة، بدعوى أنها تحاول البحث عن علاقة عاطفية بطريقتها الخاصة على الرغم من الانتقادات التي واجهتها. ولم تسلم ملكة من السب والشتم الذي طالها من طرف متابعي البرنامج الذين اتهموا المغربيات بالسحر والشعوذة وخطف الرجال من نسائهم، وهو ما تسبب لها في عدة مشاكل عائلية أثرت عليها بشكل سلبي وفق ما صرحت به سابقا. تجدر الإشارة إلى أن قسم ونصيب الذي تم تصوير كل حلقاته في تركيا يجمع مجموعة من الشبان والشابات من كل الدول العربية على جزيرة منعزلة، وذلك بهدف التعارف وإيجاد الحب الحقيقي، على أن يتم الاحتفال بثنائي رابح واحد في ختام البرنامج ومنحه جائزة مادية. والبرنامج من إخراج فولكان جولتيكين وأشرف على الإعداد بويراك دار ومن إنتاج شركة نيتورك التابعة لشركة ميلون ديجيتال ميرزيغو التركية وإشراف إليان الحاج. اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمقطع غنائي قيل أنه لاستحضار الجن والشياطين. الفيديو المنتشر ظهرت فيه فرقة نسائية وهي تؤدي أغنية تسمى فوفو الدنبة بطابع غنائي مغربي فلكلوري. الفرقة كانت تردد شعلت الشمعة فوفو الدنبة، جملة قيل عنها أنها ليس لها أي معنى. وعبر العديد من المغاربة عن استيائهم من انتشار هذا الفيديو، مثل أحمد حفيدي الذي قال: أغنية فوفو الدنبة تثير الجدل، بعد أن خرج رقاة مغاربة يحذرون من الأغنية بدعوى أن فوفو الدنبة اسم لأحد ملك الجن يتم استحضاره، فيما من رددتها تنفي أن الغرض منها استحضار الجن. فوفو الدنبة كلمة لا توجد في أي لغة ولا معنى، وجب تجنب الأغنية إلى أن يصدر علماء المغرب رأيهم في الموضوع. المغنية الرئيسية في هذه الفرقة حجيبة بنواسة أجرت لقاء مع وسائل إعلام مغربية وأكدت من خلالها أن الأغنية ليس لها أي علاقة مع ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. من جهة أخرى قال الناشط لطفي:
وشفتو نتوما غير فوفو الدنبه ورا كاع الاغاني بالخصوص داك النوع على شكون هو حموده وشكون هو حمو وشكون هي عائشه وشكون هي ميرا. هذاك الشيء كامل اغاني والموسيقى راه باينه اشنو. وبالرغم من ان عدد كبير من المغاربه عبروا عن السياء من هذه الاغنيه الا ان البعض قال انها ببساطه من التراث المغربي وليس لها علاقه بكل ما يتم تداوله مثل مصطفى الوردي الذي كتب فوفو الدنبه من التراث الجناوي وليس لها علاقه باللعابات. هذه المجموعه غنتها بطريقتها الخاصه وانتشرت. أذانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة محامية من هيئة الرباط بعقوبة سنتين حبسا نافذا بتهمة النصب، كما أذانت زوجها بعقوبة سنة حبسا نافذا بتهمة المشاركة في النصب رغم حصولهما على التنازل من طرف المشتكي. وحصل الطرف المتضرر على جزء كبير من أمواله التي سلبتها المحامية رفقة زوجها وادعت تسليمه إلى رئيس غرفة سابق للجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة قصد منح معتقل عقوبة مخففة في قضية تكوين إصابة إجرامية وسرقة موصوفة، لكن الغرفة أدانت ب 12 سنة سجنا نافذا وأيدتها الغرفة الاستئنافية، ما وضع المحامية وزوجها الذي توسط لها في جلب الأسرة الزبون إلى مكسبها في قفص الاتهام. وقالت الصباح التي أوردت التفاصيل إن الأسرة المتضررة تنازلت لفائدة المحامية وزوجها، لكن المحكمة رفضت ذلك وأدانت رفقة زوجها بالحبس النافذ. وكان الزوج قد توسط لزوجته في جلب أسرة المعتقل إلى مكسبها بعدما أوهم بأن زوجته تستطيع تخفيض العقوبة للموقوف وأن لها علاقة نافذة وسط الجهاز القضائي بالقنيطرة والرباط مقابل 16 مليون سنتيم رشوة مفترضة، لكن تبين أن المحامي لا علاقة لها برئيس الغرفة الجنائية الابتدائية وبأنها استغلت اسمه في النازلة. وبعد الحكم على الشاب المعتقل ب 12 عاما حبسا نافذا أوهمت المحامية الأسرة نفسها بتخفيض العقوبة له بواسطة شخصية قضائية أخرى بالرباط، لكن الغرفة أيدت العقوبة الابتدائية ما دفع أفراد الأسرة الغاضبة إلى مهاجمة مكتب المحامية. واضطر المتضرر إلى تسجيل مكالمة المحامية وهي تتفاوض معهم في الموضوع، وبعدها استغلوا التسجيلات وقصدوا مكتب الوكيل العام للملك بالقنيطرة الذي أناط البحث في الشكاية بضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. وبعد أبحاث استمرت 6 أشهر أحيلت المحامية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية ليتقرر وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن المدينة الاحتياطية لخطوط صورة الأفعال الجرمية المرتكبة من قبلهما. وتأتي النازلة تزامنا مع سقوط محام بهيئة الرباط أودعه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة بعدما زور حكما قضائيا مقابل 5 ملايين سنتيم لفائدة أسرة تنحدر من مشرع بالقصيري تقطن بإسبانيا، قبل أن تكشف الأسرة أن الحكم الصادر لفائدتها بالإفراغ مزور ولا علاقة له بالحقيقة. بعد أن سكت طويلا خرج الرابور المغربي مراد حلحول الملقب في الوسط الفني باسم الحر عن صمته ليعبر عن غضبه وانزعاجه الكبير من تهميشه وإقصائه من المشاركة في مهرجانات وسهرات الجهة الشمالية خاصة بمدينة المضيق. ونشر الرابور الحر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام منشورا مأخوذا من جريدة الصباح الذي كتبت مقالا مطولا عن الرابور الحر عن التهميش والإقصاء الذي يتعرض له بعدم منحه الفرصة لإحياء سهرات وحفلات في مدينة المضيق. وحسب ما كشفه المقال الصحفي الذي نشر على جريدة الصباح، فقد أكد مصدر مقرب من الرابور الحر أن هذا الأخير دائما ما تصل مجموعة من الرسائل من جمهوره الذي يتساءل عن غيابه التام عن الحفلات والسهرات التي يتم تنظيمها بالمدينة المذكورة لا سيما في الصيف. تجدر الإشارة إلى أن الرابور الحر أحيا سهرات فنية كانت إحدى بمدينة طنجة والتي عرفت حضور جمهور كثيف من محبي وعشاق هذا الفنان الرائع. إلى هنا نأتي لنهاية هذا الموجز، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.